من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة المباركة من الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة المباركة من الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى وكفى. إنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إنهم أصحاب نبينا المختار، إنهم صفوة الخلق وأشرف البشر بعد الرسل والأنبياء، اختارهم الله جل وعلا يوم اختار نبيه المصطفى. قال عبد الله بن مسعود، والأثر في مسند أحمد بسند حسن: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته.
ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر بسند صحيح: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ولم لا؟ والذي شهد لهؤلاء رب الأرض والسماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعرني قلبك وسمعك أيها الموحد اللبيب الحبيب لتتعرف على قدر هؤلاء الأطهار وعلى مكانة هذه القمم في سماء الصدق والفضل والطهر والأمانة. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اعلم أن المخاطب ابتداء بهذه الخيرية هم أصحاب سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الله جل وعلا في حق الصحابة الذين استجابوا لله والرسول، شهادة من الله جل وعلا في حق هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني في بدر، يعني في أحد، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أي في غزوة أحد، ومع ذلك لما أمرهم النبي أن يخرجوا لملاحقة المشركين خرجوا إلى حمراء الأسد وجراحهم تنزف، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال الله جل وعلا في شأن هؤلاء الأطهار الأخيار: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى هذا القيد في من اتبع الأطهار، لابد أن يكون الاتباع لهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يشهد بأنه قد رضي عن الصحابة، ويشهد بأن الصحابة راضون عن الله جل جلاله. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا، هؤلاء هم الأنصار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. شهادة الملك جل جلاله للمهاجرين والأنصار: أولئك هم المؤمنون حقا.
لهم مغفرة ورزق كريم. قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، بيعة الصحابة للمصطفى بيعة لله جل في علاه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ يريدون جاها ووجاها، يريدون إعلاما وطبلا وزمرا؟ لا، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. اسمع لشهادة الحق جل وعلا: أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. أين الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله، تدبروا يا موحدون، أنا لا أقول إلا قال الله قال رسوله. الله جل وعلا هو الذي يزكي أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. قال الله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله عمن وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله، فقال إمام دار الهجرة: من وجد في قلبه غيظا على أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه تزكية ربنا لأصحاب حبيبنا ونبينا. ولو ضللت أنقل لحضراتكم آيات كريمة من كتاب الله لانتهى الوقت بكامله، وما استطعت أن أوفي الأطهار الأخيار الأبرار حقهم بشهادة العزيز الغفار جل في علاه. فها هو سيدنا رسول الله الذي رباهم على عينه. وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا أنتم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم رسول الله. والله اسمح لي أن أكررها، أقول: إذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصور أنت حبيبي في الله كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان كل منهج تربوي في الغالب يترك طابعه وبصماته على من يتربون عليه، فأرجو أن تتصور كيف يكون الطابع وكيف تكون البصمات إذا كان المنهج الذي تربى عليه الصحابة القرآن والسنة على يد من أنزل الله عليه القرآن والسنة. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود:
خير الناس، يا الله خير الناس على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء يقينا، خير الناس أي في عهده وعصره صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أي من التابعين، ثم الذين يلونهم أي من تابع التابعين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أنس مروا بجنازة على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين نفر من أصحابه، فأثنوا عليها خيرا، فقال المصطفى وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال المصطفى وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. يا إلهي ائتوني بعلماء الأرض وأهل البلاغة في الأرض ليجسدوا مكانة هؤلاء الأطهار بعد هذه المناقب والأوسمة، فأنتم شهداء الله في الأرض، يقولها النبي للصحابة رضي الله عنهم. بل في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري نظر الحبيب النبي يوما إلى السماء فقال بأبي هو وأمي وروحي، قال النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يجاء بنوح أو يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك؟ يقول بلى. فيؤتى بقوم نوح ويقال لهم هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم، لقد لبث نوح في الدعوة مع هؤلاء 1000 سنة إلا 50 عاما، وما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله إلا وسلك. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا توحدون الله حق توحيده، ولا تعبدون الله حق عبادته، ولا تجلون الله حق جلاله، ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. بعد هذه المدة الزمنية الطويلة يقول قوم نوح ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، ما رأينا نوحا قط. فيقول ربنا جل وتعالى لنبيه نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك قد بلغت هؤلاء؟ والله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح محمد وأمته، محمد وأمته. وهل رأى محمد نوحا عليهما الصلاة والسلام؟ وهل رأيت أنت أيها المتبع للحبيب محمد، هل رأيت نوحا يبلغ قومه؟ لا ما رأيت. كيف تشهد الأمة الميمونة لنوح؟ يقول الحبيب فتدعون فتشهدون له بالبلاغ، ثم أشهد عليكم، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا،
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي رواية أحمد: كيف تشهد الأمة لنوح؟ جاءنا كتاب ربنا فصدقناه، جاءنا نبينا وقرأ علينا آيات كريمة في كتاب ربنا أن نوحا بلغ قومه فآمنا به وصدقناه. هذه هي الأمة الوسط. وفي رواية أبي سعيد في صحيح البخاري قال الحبيب النبي: والوسط العدل، والوسط العدل. بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انتبه، أنا أخاطب الأمة كلها، أخاطب الأمة كلها، لا أخاطب أحبابي بين يدي في مجمع الإيمان بارك الله فيكم، وإنما أخاطب الأمة كلها، وعندي يقين أن الله جل جلاله سيوصل هذه الكلمة للأرض كلها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا نملك شيئا، إذ أن الأمر كله ابتداء وانتهاء لله. أخاطب الأمة كلها، أخاطب البشرية، أخاطب المسلمين في مصر، في أرض الجزيرة، في بلاد فارس، في إيران، أخاطبهم في لبنان، أخاطبهم في العراق، أخاطب المسلمين على وجه الأرض في كل مكان، ليتعرفوا على قدر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الصحابة: من عرف منكم السيرة وجهاد هؤلاء امتلأ قلبه بحبهم. لكن الأمة جهلت وغيبت عن تاريخ هؤلاء الأطهار، وقدم لشبابنا من يجب أن يقام عليه الحد ليكون القدوة والمثال. حين نحي هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي. اوعى اوعى، والله العظيم تخسر دينك. أقسم بالله على منبر رسول الله، من سب الصحابة فقد الدين وخسر الدين. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هل تصدق رسول الله؟ هل تصدق الله جل في علاه؟ هذا قرآن ربك وهذا كلام نبيه. حتى لا تفتن، لأننا نعيش الآن زمن الفتن، وقد كررتها أكثر من مرة، نعيش الآن عصر الفتن. وأنا أدين الله بأن فتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات. لا أقلل من قدر فتنة الشهوة، لكن فتنة الشبهة أخطر وأخطر وأخطر. يقول الصادق: لا تسبوا أصحابي. اوعى، لا تسبوا أصحابي، إياك أن تفتن أو أن يفتنك أحد. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هتروح فين؟ أين نحن من هذه القمم؟ في سماء الطهر والصدق والشرف والعفة. بل في رواية أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان: ومن باب الأمانة ففي سند الرواية مجهول، لكن الرواية لها شواهد كثيرة، ذكرت بعضها الآن. من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي،
فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قرآن وسنة. لك مصادر تانية قل لي، لك مصادر أخرى بتستمد منها دينك غير القرآن والسنة؟ أفصح، أفصح لنفسك على الأقل. مصادر التلقي عند الموحدين على وجه الأرض من أهل السنة القرآن والسنة. قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، ما عندناش غير كده. هذا كلام ربك وهذا كلام نبيك عليه الصلاة والسلام. ما واجبنا بعد هذا التأصيل نحو الصحابة؟ أولا نحبهم. يا أخي من أسدى إليك معروفا ولو بألف جنيه ربما يملأ حبه قلبك، فكيف بمن أسدى إليك أعظم معروف فنقل الدين إليك؟ الصحابة هم نقلة الدين. ولذلك قال الحافظ الكبير أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول من عند الله حق. والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. فهم نقلة الوحي إلينا، هم الذين نقلوا عن رسول الله الدين كله. وفي 50 عاما ارتفعت راية التوحيد على 2/3 الكرة الأرضية بفضل الله، ثم بفضل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. نحبهم، بذلوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم نصرة لدين الله. وكلكم أو معظمكم يعلم جهاد هؤلاء الأطهار، بل ولقد أحبوا رسول الله حبا لو اجتمع أهل البلاغة على وجه الأرض ليجسدوه ما استطاعوا. يكتفى فقط بمثال واحد في صحيح البخاري وغيره، لما أتى عروة بن مسعود وهو رسول قريش ليفاوض النبي يوم الحديبية ورأى حب الصحابة لرسول الله، عاد ليقول لقومه: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء والحكام، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وقد يستنكر بعض الناس هذه الكلمات لأنهم ما ذاقوا طعم الحب لرسول رب الأرض والسماوات. ونحن نسمع أن أحد الفساق قد يلعق أعفن الأماكن عند عشيقته، لكنهم لو ذاقوا طعم الحب لعرفوا قدر حب الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وما توضأ محمد وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، وإذا ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. ربما يكون الصحابة قد بالغوا في هذا الموطن في إظهار الحب، ربما وارد جدا. ليبينوا لهذا الذي ادعى أن الصحابة سيسلموه إن جد الجد، ليبينوا له أنه لا يمكن على الإطلاق أن يسلموا محمدا ولو صعدت أو زهقت منهم الأرواح والأنفس. لقد امتص أحدهم دم رسول الله بفمه
ليصعد عليه رسول الله في أحد، لقد ترس عليه أحدهم وجعل من ظهره حائط صد منيع لتسقط عليه السيوف والرماح حتى لا يصاب حبيبه المصطفى. نماذج ورب الكعبة لا يتخيلها العقل، مجرد خيال. إنهم أصحاب سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، فحبهم يقول الإمام الطحاوي فيه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة دين. ولقد ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان بابا بعنوان: باب حب الأنصار من الإيمان. باب حب الأنصار من الإيمان. أسأل الله أن يجعلنا ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نقتدي بهم، فهم الأسوة والقدوة بعد أشرف وأطهر أسوة وأعظم قدوة بعد المصطفى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا بعد حبيبنا المصطفى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحبيب النبي. ونحن ندين الله، وأنا أعلنها على هذا المنبر، ندين الله عز وجل بحب آل بيت المصطفى. وهل يوجد على وجه الأرض مسلم لا يحب عليا، لا يحب الحسن، لا يحب الحسين، لا يحب أحفاد الحسن وأحفاد الحسين بعد أولادهما؟ محال. هذا دين يتقرب به أهل السنة إلى الله. فحب الصحابة وحب آل بيت سيدنا رسول الله دين نتقرب به إلى الله جل وعلا، بل ونثبت لعلي رضي الله عنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نخشى أبدا أن نمنع لعلي ما ثبت له من الحق، خوفا من أن نزل فيما زل فيه من غالى في حب علي رضي الله عنه. بل نقول: علي رضوان الله عليه مولانا. قال الحبيب: من كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي مولانا وحبيب قلوبنا. ونقول: قال له نبينا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ ونثبت له أن نبينا قال له يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. نثبت كل هذا لعلي، بل أنا أردد على لسان علي قولته الجميلة الرقيقة حين اضطر أن يعلن مقامه وقدره ومكانته، فقال: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. من كعلي؟ ندين الله بحب علي حتى لا يصطاد أحد في الماء العكر. ندين الله بحب علي، ندين الله بحب آل بيت رسول الله. نحب الحسن، نحب الحسين،
بل ونقر بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، نقر بأن الحسن سيد أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الأمر لا يحتاج إلى مزايدات رخيصة، وإنما كل مسلم على وجه الأرض يحب الصحابة ويحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، نقتدي بهم، فهم أسوتنا وقدوتنا. وبكل أسف أقول يجب علينا الآن أن نحيي هذه الأسوة والقدوة عند أولادنا وبناتنا، لأننا نعيش زمانا قدم فيه التافهون ليكون القدوة والمثال والأسوة لأولادنا وشبابنا. ونبينا يقول كما في مسند أحمد وسننه في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات. إي والله صدق المصطفى، سيأتي على الناس سنوات خداعات، اسمع اسمع، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. هل سمعتم أروع أو أبلغ في وصف الواقع الذي تحياه البشرية من هذه الكلمات للصادق سيد البرية؟ لا والله، لا والله. أكرر الحديث، الحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صلى الله على الصادق. فيجب علينا أن نقدم الصحابة ليكونوا الأسوة والقدوة والمثل العليا بعد الرسل والأنبياء. أيضا، وهذا من أخطر الأصول التي أود أن أتحدث فيها في هذا اليوم المبارك، من حقهم علينا أن نمسك وأن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم في الفتنة، وهذا ما سأوضحه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يجب علينا نحن المسلمين أن نمسك عما شجر بين أصحاب رسول الله في الفتنة التي بدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه، وأن دين لله سبحانه بأنه لم يشارك أحد من الصحابة لا بقول ولا بفعل في هذه الفتنة، أي في قتل عثمان أبدا، وإنما ما وقع من بعضهم وقع على سبيل الاجتهاد، فمنهم من أصاب الحق ومنهم من أخطأ الحق. ولا عجب في ذلك، لأننا لا نشهد بالعصمة للصحابة، وإنما نقول: دفنت العصمة يوم دفن المصطفى، والصحابة بشر يصيبون ويخطئون، لا
لكن من يؤصل هذا يجب أن يكون على عقيدة صحيحة، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والوضاعين والكذابين. لا يجوز لرجل زائغ العقيدة، مشوش القلب، مشوش الفكر، مريض القلب والنفس أن يتجاسر على هؤلاء الأطار وأن ينقل عنهم إلا بالأصول والضوابط التي ذكرت آنفا. الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، منهم من أصاب الحق ومنهم من اجتهد ليصل إلى الحق فأخطأه. وأنا أدين الله بأن أهل السنة يدينون لله بأن الحق كان مع علي، وأن معاوية رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله اجتهد فأخطأ، هكذا بكلام واضح حاسم. كان الحق مع علي رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ. الفتنة الخطيرة التي قال الناس فيها ما قالوا، قالوا كلاما يصور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم من أقل الناس ورعا وإيمانا وخلقا ودينا ومروءة. وسأكتفي برواية واحدة فقط لأن الوقت أزف، إنها قضية التحكيم التي وقعت بعد مقتل عثمان، وقد برأت الصحابة من دم عثمان يقينا. قضية التحكيم التي وقعت بعد مقتل عثمان حين خرج علي رضي الله عنه لملاقات معاوية، بعدما رفض معاوية رضي الله عنه أن يعطي البيعة لعلي. لماذا؟ هل نازع معاوية علي الخلافة؟ لا، بل ولم تذكر هذا رواية حتى من الروايات المكذوبة الموضوعة، لم تذكر رواية مكذوبة واحدة أن معاوية نازع عليا في الخلافة. إذن فيما النزاع؟ فيما النزاع الذي وقع بين طلحة والزبير ومعاوية، وبين فريق أهل الشام، وبين علي رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله؟ الخلاف أيها الأفاضل في كلمات قليلة حاسمة في أن معاوية ومن قبله طلحة والزبير ومعهم أهل الشام قد طلبوا من علي رضي الله عنه أن يقيم الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، لكن علي اعتذر عن هذا لأن كلمة المسلمين مفرقة، ولأنه لا يمتلك القوة التي يستطيع بها أن يقيم الحد على قتلة عثمان. وهذا من فقه علي رضي الله عنه، لأن مراعاة المفاسد والمصالح أصل من أصول هذه الشريعة. ولو أقام الحد على قتلة عثمان لا غضب لهؤلاء جمهرة من الغوغاء وضعاف العقول والقلوب وصارت فتنة، لا سيما إذا علمتم أن الغافقي قاتل عثمان ظل يقدم نفسه قهرا ليصلي إماما بالمسلمين في مسجد رسول الله عدة أيام، فالفتنة شديدة. وأنا أقول ليس من الحكمة أن نرفع رؤوسنا في الفتنة، ليس من الحكمة أن نتكلم في الفتن، وإنما التسكين دواء في الفتن، التسكين دواء الفتن، لأن الناس في الفتن لا يسمعون إلا صاحب الصوت العالي ويضيع الحق في هذه الغوغائية. فمعاوية حينما أرسلت نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان، حينما أرسلت لمعاوية في الشام وكان واليا لعثمان على الشام، حين أرسلت قميص عثمان الذي قتل فيه
وعلقت في قميصه أصابعها التي قطعت وهي تدفع عنه. وصل القميص إلى معاوية في بلاد الشام فلما رآه بكى، وعلق القميص على منبر المسجد الدمشقي فلما رآه أصحاب رسول الله في بلاد الشام وغيرهم من التابعين بكى المسجد وضج بالبكاء، وبايعوا معاوية على الخلافة، لا لا، وإنما على ألا يعطي البيعة لعلي إلا إذا أقام علي الحد على قتلة عثمان أو أسلم علي قتلة عثمان لمعاوية ليقيم عليهم الحد باعتباره أولى الناس وأقرب الناس لعثمان لأنه ابن عمه. انتبه لهذا التأصيل، لأن التاريخ زور زور في حقبة من أخطر الحقب. واسمح لي أن أؤصل هذا التأصيل المهم لأحبابنا وشبابنا. لم يدون التاريخ الإسلامي إلا في عهد بني العباس، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهؤلاء زوروا معظم تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة كفرت علي رضي الله عنه، وفرقة غالت في حب علي رضي الله عنه بل واتخذته إلها عند بعضهم. أما الفرقة أو الطائفة الثالثة فهي طائفة أهل السنة كابن كثير وابن جرير وابن الأثير وابن عساكر وغيرهم، لكن هؤلاء جمعوا الروايات كلها بأسانيدها وتركوا بعد ذلك التفتيش بعد التقنيش لمن أتى بعد ذلك لينقل من هذه التركة الضخمة ليقف على صحة الرواية من عدمها بالوقوف مع السند والمتن. لكن أتى إلى هذا الميدان من لا يحسن النزال، ونزل إلى هذه البحور الهائجة من لا يجيد السباحة فغرق وأغرق من بعده. وهذا سبب خطير زل به كثير من كتابنا وأدبائنا وعلمائنا في أنهم نقلوا الروايات من كتب أهل السنة واكتفوا بذلك، وقالوا الرواية في ابن جرير، الرواية عند ابن كثير، ولم ينتبه هؤلاء إلى أن علماءنا قد نقلوا الروايات كاملة بنصها سندا ومتنا، ليقف بعد ذلك من نقل على صحة الرواية من عدمها بتحقيق السند والمتن معه. هذا تأصيل في غاية الأهمية. الرواية العمدة في هذا الباب التي شوه بها تاريخ الصحابة عند الإمام الطبري عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن أبي جناب الكلبي قال: اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري بدومة الجندل، فقال عمرو بن العاص أي ليحكما بين علي ومعاوية بعدما نزل علي على حكم أهل الشام حين رفعوا المصاحف على أسنة الرماح وقالوا إن الحكم إلا لله، وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، وألزم الخوارج أو القراء حين ذاك علي بقبول هذا الحكم، ثم خرجوا عليه بعد ذلك وكفروه، ولا يتسع الوقت لتفصيل هذا. أقول اجتمع، تقول الرواية التقى يا عمرو بن العاص وأبو موسى بدومة الجندل، فقال عمرو لأبي موسى: ما تقول في هذا الأمر؟ فقال أبو موسى: انتبه معي، أقول نخلع علي ومعاوية، هذه أول أكذوبة في الرواية، نخلع علي ومعاوية ونترك الأمر للمسلمين ليختاروا من أرادوا. فقال عمرو بن العاص: وأنا أرى ما رأيت. فخرجا حيث اجتمع المسلمون أي ليعلنا ما اتفق عليه من حكم، فقدم عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري وقال: أنت صاحب رسول الله وأنت أسن مني، فتقدم أنت فتكلم. تقول الرواية المكذوبة، فقال ابن عباس: لا، وجذب أبا موسى الأشعري وقال: قدم عمرو بن العاص فليتكلم، ثم تكلم بعده، لأن عمرا رجل غادر، هكذا تقول الرواية. فقال أبو موسى: لا، لقد اتفقنا. فتقدم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اتفقنا على أن نقلع عليا ومعاوية وأن نترك الأمر المسلمين ليختاروا من أرادوا. ثم جلس، فقام عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه وقال:
أما أبو موسى فقد قال وقد خلع صاحبه علي وأنا أثبت ما قال أبو موسى وأخلع أنا صاحبه عليا وأثبت صاحبي معاوية. فقال له أبو موسى: غدرت وفجرت، لا وفقك الله، إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو: وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارة. تقول الرواية: وكان أبو موسى مغفلا. فلما علم علي بعد ذلك قام في الفجر يقنت ويقول: اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان، اللهم لعن عمرو بن العاص. وقام معاوية يقنت ويقول: اللهم لعن علي بن أبي طالب، اللهم لعن ابن عباس، اللهم لعن أبا موسى الأشعري. كذب، كذب رخيص، كذب رخيص. والله الذي لا إله غيره لا يقع فيه أحد الفضلاء من المؤمنين في هذا الزمان، فهل يقع فيه أصحاب سيدي الأنام؟ بإيجاز أفند الرواية سندا ومتنا لتقف على الحق، فما أحوجنا لنستخرج الحق من بين ركام الباطل الهائل. انتبه معي بالله عليك، وانتبهي معي أيتها الفاضلة، ووددت ورب الكعبة أن لو جاهد كل واحد منكم بقيمة هذا الشريط، شريط اليوم، ليوصله لمسلم آخر في مكان لم يسمعه ليتعرف على الحق، لأننا نعيش زمان الفتن كما ذكرت. واجعلها لله، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياك الأجر، وأن يجعلها خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السند يا إخوة: أبو نخنف لوط بن يحيى، قال فيه أهل الجرح والتعديل، قال فيه الإمام الذهبي: إخباري تالف لا يوثق به. ده السند، ده تفنيد السند. أبو مخنف لوط بن يحيى أول رجل في سلسلة السند لهذه الرواية المكذوبة. قال فيه الإمام الذهبي، إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال: إخباري تالف لا يوثق به. قال فيه إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين: لا يوثق به. قال فيه أبو حاتم: متروك، وحينما سئل عنه نفض يديه وقال: وهل يسأل أحد عن هذا؟ أبو جناب الكلبي الرجل الثاني، قال فيه البخاري والنسائي وابن معين وابن سعد وغيرهم من علماء الجرح والتعديل: ضعيف السند، اضرب عليه، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. أما المتن فأمر يذهل العقل. أولاً، أول أكذوبة في المتن أن معاوية لم يدعي الخلافة قط، ولما سئل معاوية: أتحارب علي على الخلافة؟ قال: لا، علي أولى مني بالخلافة، وهو أسبق مني، أفضل مني سابقة، أي في هذا الدين، ولكن أنا أطالبه أن يقيم الحد على قتلة عثمان، أو أن يسلم إلي قتلة عثمان لأقيم الحد عليهم، فأنا أولى الناس بعثمان وأنا ابن عمه. لم يدعي معاوية الخلافة قط. ثانيا، تقول الرواية: وكان أبو موسى الأشعري رجلا مغفلا. عيب، عيب. أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، اسمع، الذي كان يحفظ القرآن كاملا في عهد المصطفى. أبو موسى الأشعري الذي ولاه النبي على زبيد وعدن، ولاه النبي، جعله النبي واليا على زبيد وعدن في بلاد اليمن، ثم ولاه عمر بن الخطاب على البصرة، وظل واليا على البصرة، فلما قتل عمر ولاه عثمان على البصرة والكوفة معه، فلما قتل عثمان أقره علي على الكوفة، وظل أبو موسى واليا لرسول الله ولعمر ولعثمان ولعلي. يقال بعد ذلك بأن النبي وعمر وعثمان وعلي قد اختاروا رجلا مغفلا. انتبهوا يا سادة للحقائق، أن القلب ينزف. اتهموا أبو موسى الذي ولاه الرسول وعمر وعثمان وعلي بأنه كان رجلا مغفلا،
يقول عمر بن الخطاب: والقول من عمر له مغزى، لقد قال النبي في حق عمر: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. يقول أبو موسى الأشعري: كيس فطن، كيس فطن، ذكي المعي عبقري، يتهم بأنه كان مغفلة، وبأنه كان خديعة، بأنه كان ألعوبة لخديعة كبرى نصبها له عمرو بن العاص، ثم تتهم الرواية عمرا بأنه كان رجلا خادعا ماكرا لا خلق عنده ولا دين ولا مروءة، والغاية عنده تبرر كل وسيلة. وقد ثبت في مسند أحمد بسند حسن وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمرو بن العاص: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، بل لقد ولاه النبي القيادة في غزوة ذات السلاسل. أي يوليه النبي وهو غادر، أي يوليه النبي القيادة وهو رجل غادر، الغاية عنده تبرر الوسيلة. ثم هل تصدق يا مسلم يا موحد أن يلعن علي معاوية وأن يلعن معاوية علي؟ هل تصدق أن يلعن الآن شيخ من شيوخك شيخا آخر على المنبر في القبلة في القنوت؟ لا والله، نبرئ آحاد المؤمنين من مثل هذا، أفنتهم به من رباهم المصطفى وكفى؟ كيف وهم أولى الناس باتباع أمر رسول الله، وهم الذين سمعوا رسول الله يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. دي مش أخلاق المؤمنين، فما ظنك بأخلاق سادة المؤمنين؟ ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. وفي صحيح البخاري: من لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مؤمنا فهو كقتله. وفي صحيح مسلم: ليس لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أيسمع علي ومعاوية وابن عباس وعمر وأبو موسى هذا الكلام من رسول الله ويخالفوه، وهم أشرف الخلق وأولى الخلق باتباع أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انتبه أيها المسلم، انتبه، نحن في أمس الحاجة إلى تحقيق. لا ينبغي أن نتأثر بكل ما نسمع، وإنما يجب علينا أن نعرض كل ما نسمع على القرآن والسنة الصحيحة المحققة، على علمائنا الربانيين ودعاتنا الصادقين. ولا يخلو زمان ولا مكان من هؤلاء، فهم أبناء الطائفة المنصورة الذين قال فيهم رسول الله كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم بحبنا لنبينا وأصحابه احشرنا معهم وإن قصرت أعمالنا، اللهم احشرنا مع نبيك وصحابته بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا. اللهم اجز عنا نبينا خيرا، واجز عنا صحابته خيرا، واجمعنا بهم في جنات النعيم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا واحفظ أخواتنا واستر بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم علمنا وفهمنا وبصرنا بالحق الذي يرضيك. اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا، اللهم لا تستخرج منا إلا ما يرضيك عنا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ.
مسافة النسيان، فمني ومن الشيطان وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول.